شوف العالم قدامك. زحمة زحمة زحمة، بنزين ما في، سرابيس ما عم تطلع من ورا البنزين، وكله عم يتفشش بكله، وكله بيرجع آخر شيء للمشتقات النفطية. المشتقات النفطية مبينة، يعني هلا ترجع الدير والأي مناطق فيها نفط، بيرجع الوضع مثل من زمان، بيرخص البنزين، بيرخص المازوت، بيرخص كل شيء. نحن بسوريا عم نعاني كثير من تأمين المشتقات النفطية، طبعاً الأمريكي هو اللي عم سبب هي الأزمة، لأنه هو عم يقوم بسرقة النفط تبعنا. نحن عم نعاني من التدفئة، ونوقف ساعات طويلة على محطات البنزين، العبي بنزين، بالإضافة إنه اليوم نصب مصفات جديدة برميلان، يعني هذا كمان يزيد الأزمة أكثر علينا.